السلام عليكم الغزالات ديالي، كنتمنى انكم تكونوا باحسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. هادي اليوم جيت لكم فيديو كله حماس وكله نشاط. ان شاء الله اليوم بغيت نخمل هاد الصالون هذا ونبدلو الفراش ديالو. فكيف كتلاحظوا هذا هو الفراش اللي مفرشه حاليا، كتعرفوا دابا مع المدرسه وهذا الدخول المدرسي ان شاء الله، فكان بغيو نبداو بدايه جديده ان شاء الله. فغادي ندوز باش غادي نبدا نخمل في هذا الصالون هذا ونحفزوا بعضياتنا، واللي عندها شي حاجه خاصها تخملها تنوض يلا بالي بها ونبداو على بركه الله. وهنا الاطفال ديالي فشافوني بديت كنخمل فقالوا لي ماما بغينا نعاونو، قلت لهم الله يا ودي مرحبا زيدوا. فهادي كتبقى شي حاجه مزيانه، خصوصا انهم دابا جالسين يعني باقا العطله كاينه، يعني تشغلوا هكا في شي حاجه اللي مفيده منها اني حتى هما يعني كيستافدوا من بعد ان شاء الله فاش كيكبروا. ما كتعرفوا الظروف شنو كتجيب، يعني من الاحسن يكون كيعرفوا يعتمدوا على نفسهم. انا ما عنديش الفرق سوا بنت سوا ولد صراحه، يعني دائما كنحاول انني نشاركهم معايا في التنظيف اليومي، وهذا يعني ضروري واخا شي حاجه بسيطه تيديروها، المهم انهم يتعلموا انه يكون يد المساعده. اذا هنا بديت كنحيد كل شيء فباش نمسح الغبار، وراكم عارفين مع الوليدات ما شاء الله فكتلقاي شحال من حاجه كتكون مخبيه ما كتعرفيها شكون ما كتعرفيها منين جات. فهنا بالنسبه للصندوق فدست كنمسحو بليله نجات، اكيد من بعد ما مسحت يعني بشيفون اللي ناشف باش كنحيد الغبار هي الاولى. انا صراحه كنعتمد على الطريقه ديال التقاشر، يعني شي تقشيره هكا كتكون يا اما مدرغته ولا شي حاجه بحال هكا، يعني هي اللي كنمسح بها الغبار كتجيني افيكاس. اذا هنا دزت باش نوريكم الحيط، لقيت فيه شي طاش ديال الغموله وبغيت نوريكم الطريقه ديالي المعتمده، يعني غير كناخذ بخاخ تندير فيه الجافيل، الماء ديال الجافيل وكنرش عليه. عرفتوا يا البنات راه ملي كترشي بلا ما كتحتاجي نهائيا انك تمسحي من موراه فكتلقاي ديك الطبعه مشات هكاك سبحان الله، يعني كتمشي بلا ما كتحتاجي انك تبقاي تحكي انتوما كيف ما كتشوفوا. انا هنا باقا ما مسحت ما درت حتى شي حاجه فغير رشيتو لقيت بلي الطبعه مشات هكاك بوحدها سبحان الله، غير هو كترو شويه جافيل يكون غالب على الماء. انا كندير في البخاخ شويه ديال الماء مع جافيل، اذا نتوما حاولوا انكم تكثروا الكميه ديال جافيل باش كيجي كونسونطري اكثر. اذا هنا بالنسبه للبقع اللي كتكون هكا في الحيط فعندي واحد لاستيس كنديرها، هي انني كناخذ بخاخ كندير فيه الماء اللي كنضفو به الارضيه او لا سانيكروا، كندير معاه شي شويه ديال الماء فقط، يعني حتى هو كنخلي سانيكروا كتكون غالبه اكثر، وكنرشو على الحيط وكنخليه مده 5 دقائق، يعني كيف ما بغات تكون ديك الطبعه فكتحيد تماما. ولاستيس اللي كندير معاه هي كنزيد ليه شي شويه ديال الديسولفون، الماء اللي كنمسحو به الاظافر ديالنا يعني كنزولو به الصباغه كتضيفو حتى هو. هذه بالنسبه الى كانوا عندكم طبايه بحال مثلا ديال لي فوتر اولا قلم ولا شي حاجه بحال هكا فكيحيدو. اذا هنا وريتكم باللي الى كانت بحال هكا طبعه خفيفه كدوزو تمسحو غير طوخشون عادي، اما الى كانت بقعه كبيره كديرو هكاك الحلفه وكيمشي الاثار. اذا هنا كيف ما كتشوفوا فورديتو لكم كيشعل ضفت انا الفلتر باش تشوفوا زعما راه النقا من النقاوه. صراحه انا دو احساسي لداخل، يعني ملي كنشوف هكا الحيط ولا كيشعل بحال هكا كنحس بلي راه ولا تيشعل، فداك الشيء علاش فكرت نضيف لكم هاد الفلتر هذا باش تفهموا باش كنحس حاليا. صراحه النظافه انا بعدا شخصيا يعني ملي كنضف شي حاجه وسورتو في التخمال فالراحه النفسيه اللي كتكون عندي واو زعما سبحان الله، والله كتخلق لك واحد التوازن نفسي ما عرفتش واش بحالي حتى نتوما ولا لا. المهم انا بعدا كيعجبني النظافه سورتو ما بعد. اذا هنا دزنا مباشره باش نوريكم هذا الصدر ديال العود من بعد ما مسحتهم بالغبار، عفوا مسحتهم من الغبار فدوست عليهم غير هكاك بالشطابه ناشفه حتى حيت هذاك الغبار وداك الشيء اللي كيكون. وهنا دزت باش كنرش عليه السانيكر وحده هو، وكنضيف معاها بضع قطرات ديال زيت الاساس الخزامه. علاش هذه القضيه هذه؟ فهاد القضيه هذه كنحس بانها كطرد حتى العنكبوت الحشرات شي حاجه ما كتبقاش مازال. وهنا دزت كنمسح هذا العود ديالي او لا الستاتر عندي ديال الخشب، هنا كندوز كنمسحهم بالزيت زائد الخل كنخلطهم وكنمسح بهم هكا كيخرجوا تيشعلوا. وبالنسبه لنا حنا هنا عندي داك الخشب يعني مخرم
كيف كتشوفوا في هذاك البلاصه اللي كتكون ما كيوصلش ليها الطرشون، كنحاول انني ندخل ليها فرشه الاسنان باش كنحيد الغبار وكاع داك يعني الاوساخ اللي كتكون لاصقه وهذا. فصراحه هذه القضيه هذه راها كتبقى مزيانه. وهنا من بعد ما لمط الطلام الديولي، فكيف كتشوفوا هنا بقى ليا فقط الخدادي دابا باش غادي ندوز نركبهم. هاد لاطاش هادي صراحه ما عنديش معاها، كنحملش هذيك القضيه ديال انني نبدا نجوف في الخدادي، صراحه ما تتعجبنيش. المهم عندنا ما نديرو ليها، ما عندنا ليها لاين، فغادي ندوز باش غادي نجوي هاد المخد هادو ونتلاقاو ان شاء الله. هنا دست الموبل تي في باش نمسحو، فكيف كتشوفو هنا كناخد غير تقشيرة، يعني اي تقشيرة عندكم من الاحسن تكون تقشيرة فوطة يعني باش كتحيد لنا الغبار بكل سهولة. فكندوز كندوز عليها الموبل كامل، كنحيد الغبار اللي كاينة. عاده من بعد كنعاود نمسحو بليلانجيت هكا، باش لان ليلانجيت يكونوا فاسقين الا مسحنا مباشره، تيلصقوا لينا دوك الغبار ما تيحيدوش لينا كاملين، فمن الاحسن حتى نحيدو الغبار عاد باش كندوزو لهاد المرحله هذه. اذا هنا كيف كتشوفوا فراه كيرجع كيشعل، صراحه انا كيعجبني انني نمسحو بليلانجيت، كنلقاه بلي كيخرج النتيجه صراحه مزيانه. اذا غادي ندوز دابا باش غادي نبدا نحط لي ديكور هنايا. فكيف كتشوفوا كنحط غير هاد لي بوجي هادو في اللون الاحمر اللي مناسب ليا مع الصالون. انا صراحه في الديكورات كيعجبني بزاف الحاجه تكون سامبل يعني وتكون حلوه وخفيفه وصافي، ما كيعجبنيش نبقى نكثر بزاف من لي ديكور. كل مره تنبدل يعني كل مره وشنو كندير. هنا غادي نشارك معكم واحد الفكره بسيطه بالنسبه للديكور، يعني الا بغيتي ديكوري فقط بشي حاجه اللي بسيطه، فهنا عندي هاد لي بونبونيير هادو اللي ما كاينش دار دابا، كنظن بلي ما فيهاش هاد لي بونبونيير هادو، فكنضيف لهم هاد لي بيرل عندي في اللون الذهبي وكنحطهم هكا كوم ديكور، يعني حتى ممكن كيجي الشكل ديالهم شي حاجه كتجي حلوه في المنظر، خصوصا انني عندي انا اللون الذهبي في الصالون فكنخرج هذاك اللون. كيف كتشوفوا كيجيو الشكل ديالهم انيق حتى هما. من بعد ما كنسالي فكندوز اكيد انني باش كنعطر الصالون ديالي، فكندير هذا المعطر هذا برائحه العود اللي كيحمقني صراحه. اذا هنا كندوز كنرشو في لي ريدو في الخدادي في الصالون كامل باش اللي جلس هكا تعطي ديك الرائحه ديال العود. وغنخليكم مع جوله في الصالون، وحتى تخليوا لي عفوا التعليق ديالكم وقولوا لي اش من تفريشه اللي عجبتكم، واش الاولى ولا هذه الثانيه. وما تنسوش اكيد انكم تشتركوا في القناه الا كنتو جداد باش كيوصلكم كل جديد وتنضموا للعائله ديالنا. والى اللقاء، نخليكم مع لقطات من صالون، وكنتمنى ان هاد لا فيديو هذه تكون عجبتكم، والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله. ليلها